ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ الإخلاص معناه السلامة من الشرك، أن يكون عمل الإنسان ونيته وقصده خالصين لوجه الله عز وجل، ليس فيهما شرك، ليس فيهما رياء ولا سمعة، ليس فيهما قصد لغير الله عز وجل، لا يطلب بذلك دنيا أو ثناء من الناس، فيكون العمل خالصا لوجه الله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.